ما عم بفهم كيف يعني رح تسكن هنيك سامح؟ اللي انت شو عم تساوي؟ في مجال تروقي شوي، انا عم ابني حياة جديدة هون يا امي. عم تبني حياة جديدة؟ ايه اكيد. بس انت اصلا عندك حياة، فهمني انت شو عم بتساوي بهالاماكن هي وبهيك حارة، وبعدين البنت عم بتقلك بدر مو؟ اه فهمني هي من وين بتعرفه لاخوك بدر؟ فهمني من وين بتعرفه لبدر؟ أنا لقيت العنوان وبعدين رحت لعندن على البيت. رحتي لعندن على البيت؟ كيف يعني؟ رحتي على بيت عالم ما بتعرفيها بدون علمنا؟ طيب إمتى رحتي؟ هنن بيتهم كبير وفخم كتير كمان، يعني هنن كتير أغنياء، والمرأة اللي إجت هلأ بتكون أمه. أنا كنت رح أقول لك كل شي بس بدر منعني وقال لي ما أقول لك. أنا قصدي سامح. أنت كيف بتعرفي كل هالشي وما خبرتيني لهلأ؟ عم بتخبي علي؟ بس يا لميس بدر كتير بيحبك صدقيني. هلأ أنا ما بعرف ليش هو كذب عليكي، بس أنا متأكدة أنه هو بيحبك. فكرة حبيبي جيب لي جاكيتي. وانتو هلا ضبطوا البيت بسرعه، انا ما بقدر ضل. لميس كل هاد طلع من بدر.